ويا مساء الخير على جيش كوين فري. معانا موقع استثمار جديد لسه فاتح النهارده، ولكن قبل موضوع الحلقه خلينا نوزع الهدايا بتاعت امبارح كلها واي حاجه من النهارده، لان احنا طبعا غيرنا نظام الهدايا، بنختار الهدايا كل 24 ساعه عشان يكون في فرصه كتير ان احنا مثلا ننزل 2 فيديو ويبقى في اكتر من عضو متاح للربح. اسامي الاعضاء موجوده قدام حضرتك، لو اسمك موجود فيهم مبروك، كلمنا على تليجرام او في انستجرام او في تويتر واستلم $5 لكل عدو. ابتداء برضو من الفيديو ده هنوزع الهدايا ابتداء من بكرة. لو عجبك المحتوى متنساش تعمل لايك، وتعالى اشرح لك. بيفتح معاك ابو صحاب موقع زي كده، طبعا اسم الموقع اسم الكورت انجليزي ولكن ملوش علاقة خالص بمتجر كورت انجليزي. تقدر تسجل طبعا بالجيميل او برقم تليفونك، هي طريقة التسجيل واحدة جدا، بتكتب الجيميل فوق او رقم تليفونك والباسورد مرتين ومبروك عليك، بتلاقي عندك حساب في الموقع مباشرة. بمجرد ما بتدوس على تسجيل بيقول لحضرتك الحد الادنى للايداع والحد الادنى للسحب. الحد الادنى للايداع طبعا بيكون $11 اللي هو اول باقة، اللي هو اول سعر باقة، والحد الادنى للسحب بيكون $4 اللي هي اكتر من الربح اليومي في اول باقة. طبعا عندك هنا شحن وعندك هنا ايداع، وهتشوف كل حاجة دلوقتي قدام حضرتك. هنخش دلوقتي مباشرة على الباقات. بص يا بالصحاب، هتلاقي حضرتك هنا في $300 موجودين عندك في الموقع، مالكش دعوه بيهم. عشان تشوف سعر الباقه هتدوس عليها كده هيظهر لك سعرها، وده سعر الباقه اللي هو $11. يلا بقى نشوف بتكسب قد ايه. اول باقه هتكسب $69، وكل يوم بتكسب منها $4.60 دولت اللي انت بتسحبهم. تاني باقه سعرها $45، يلا نشوف بتكسب قد ايه. بتكسب $330، وكل يوم بتسحب منها $22 عفوا، كل يوم بتسحبهم. وثالث باقه ب 120، وبعد كده بتسحب منها زي ما احنا عارفين ربحها بيكون 3000، ولكن بتسحب منها $66. ال 66 وال 12 وال 4 الحاجات ديت بمجرد ما بتسجل بتسحبهم في نفس اليوم، وكل يوم بتسحب نفس الربح وهكذا. على سبيل المثال مثلا انا الباقه بتاعتي خلينا نشوفها هي دلوقتي بتسحب قد ايه. الباقه مثلا رقم واحد بتسحب $4.60، لو سجلت فيها النهارده ب $11 فانت بتكسب ال $4.60 بتسحبهم بمجرد ما بتسجل، وتاني يوم $4.60، تالت يوم $4.60، واعتقد كده في ثلاث ايام تكون جمعت سعر الباقه. ودي مش نصيحه استثمار، انا بشرح لك خطط الاستثمار. هنا طبعا عند حضرتك عنوان الايداع والسحب بيكون عمله الدولار، بتدخل قيمة المبلغ على الموقع وبعد كده بتعمل ريفرش، او مباشرة ان انت بمجرد ما بتعمل انا ارسلت الاموال بتلاقي حضرتك عندك هنا الباقة اتفتحت. ده باقة تعدين او باقة استثمار، بتخش عليها ابتداء من دلوقتي كل 24 ساعة، ونسيت تعمل لايك، شكرا مقدما على اللايك اللي هتخبطه دلوقتي. هتلاقي حضرتك المهام بتتجدد كل 24 ساعة، وهتلاقي عندك حضرتك هنا المهمتين او مهمة على حسب الباقة بتاعتك، وكل مهمة هي بيكون فيها سعر. مثلا انا سعر المهم بتاعتي 198 في 2 هتلاقيهم طبعا $396، ولكن وانا بسحب نسيت $6 في الموقع تقريبا، هنشوفهم دلوقتي مع بعض. مش مشكله هسحبهم بكره، كان المفروض ان انا اسحب دلوقتي 396 ولكن سحبت 390 فقط، نسيت اكتب السته. المهم بتكتب العدد اول خانه، ثاني خانه بتكتب المحفظه اللي هتسحب عليها، ثالث خانه بتكتب الباسورد اللي احنا اصلا عملناه وقت تسجيل الدخول. هنا بنكتب المفروض كنت كتبت 396، وهنا نسيت كتبت 390 عادي، هسحبهم بكره مع سحب تاني يوم. وهتلاقي حضرتك هنا العنوان اللي هسحب عليه منصه باينانس او بنانس اللي لسه عاملين عليها فيديو النهارده، لو لسه ما شفتوش هتلاقي حضرتك الفيديو قبل ده على طول. طبعا هتلاقي حضرتك السحب بيوصلك ما بين 3 دقائق و7 دقائق، ده بيعتمد على المنصه اللي انت بتسحب عليها. على سبيل المثال لو انت سحبت على باينانس بياخد لحد 7 دقائق عشان يتاكد في عندهم في المنصه ويظهر لك في الرصيد. زي ما قلت لحضرتك الرصيد بيوصل في 7 دقايق، ولكن في نقطة مهمة جدا، أنا هنا بشرح تجربتي الشخصية، مش بقول لك اعمل زي، لأن أنت دلوقتي ممكن تشوف مبالغ كبيرة ممكن ترجعها في يومين في 3 أيام، فأنا حضرتك أنا بشرح تجربتي الشخصية، لو هتعمل كده بيكون برضو على مسؤوليتك الشخصية. حاولت إن أنا أسحب $6، ولكن إحنا عارفين المواقع اللي زي كده عشان تسحب منها بيكون الربح كل 24 ساعة، والسحب برضو كل 24 ساعة، لأن أصلا بيكون ربح ثابت وربح مهام. طيب عشان تكسب من الموقع بتكسب منه ازاي؟ بتكسب منه من خلال الاحالات. لو انت هتعمل احالات يتيح ليك انك انت تعمل لحد 3 مستويات، والموقع ده بيتيح ليك انك انت تعمل احالات على نفس التليفون عادي، مش زي المواقع اللي احنا نزلناها قبل كده. بس يا ابو الصحاب، وبعد كده الرصيد بيوصلك في محفظتك او في المنصه بتاعت حضرتك، وبتروح تتاكد
عليه. بالنسبه لتوزيع الهدايا زي ما احنا كنا عارفين احنا بنوزع الفيديو بالفيديو، يعني مثلا لو صورنا الفيديو ده بنختار منه 4، الفيديو اللي بعديه بننزلهم. ولكن اصبح ان في زحمه كتير جدا وفي اعضاء كتير جدا بتبقى موجوده مرتين وفي اعضاء مش بتاخد الوقت، فاتضح ان احنا هنعمل كل 24 ساعه، يعني ابتداء من بكره هيتوزع فيديوهات النهارده وهكذا كل 24 ساعه. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وتشوفك في الجديد على كوين فري.